لقجع وإلا كان القجع هو اللي تيغلبكم بوحدو تيغلب الجزائر كلها قولوا تسليم ونقولها يعني بصراحة أنه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عمل كل ما في وسعه باش الجزائر ما تدخلش للمكتب التنفيذي. هذه قناعتي. لقجع انا علاش كندير هادشي ولا كنشتغل يوميا ملي تيكون هذاك تعبر على داك الاراء اللي نقلتي ليا اللي لا تهمني ولا تعنيني انا تنكون تنشتغل مزيان. علاش؟ لانني اؤمن قناعتي والايمان الصادق على ان هادو هما القطرات كرة القدم. حاجة عجبتني امبارح، اللي عايز يتعلم يعني ايه تاخد اللقطة يتفرج على فوز لقجع امبارح. انا على فكرة من الناس اللي بيحبوه، والله بجد انا من الناس اللي بتحب فوزي لقجع، وشايف ان هو بيبذل جهد كبير جدا عشان أندية بلده ومنتخب بلده. انا ما بتكلمش على هذه النقطة، ولكن اول او بعد صفارة الحكم اول واحد جت عليه الكاميرا مين؟ فوزي لقجع. للأسف طبعا مش عقنة فمش عارف اجيبها لحضراتكم. اول حاجة اللقطة عم جايب فوزي لقجع وهو واقف عمال يعمل كده ومبسوط وبيعمل والحركات والحاجات اللطيفه دي، بصراحه لقطه يعني خد اللقطه اللي هو عايزها من كل الناس. من لقجع دليل اننا اقصينا في كل شيء. اليوم رانا يعني امام هذه الحقيقه المره، كل الفئات الشبانيه اقصيت، حتى في الكاس العربيه وجدنا صعوبه هذه في الكاس الالعاب العربيه في الفوز على منتخب السودان، فزنا عليه في الثواني الاخيره، يعني منتخب سوداني متواضع جدا، البلد راه في حرب تقريبا، ولينا نفرحوا بالفوز على عمان، تعادل مع عمان والفوز على لبنان، يعني ما والناس يتلعب في لاكوب منام يلعبوا كوب دافريك تالي او 23. شوف منتخب مصري كيفاش المنتخب المصري تاع لي او 23 تغير وتقول علاش حنا ما عندناش مالي. منتخب مالي ايضا يعني والله غير نقول لك بكل صراحه، معليش بكل صراحه، مزيان ما تاهلناش لكوب دافريك دي او 23. هذيك مستوى عالي بزاف، نقول لك بك ونعطيها عليه، ما عندناش مستوى عالي، ما قدرش يكون عندنا، ما عندكش نقول لك لقجع. انا السؤال تاع علاش لقجع ما ترشحش في 2017 كابابل على روحه، يعني لقجع حب يفرض الشخصيه تاعو على افريقيا باللي انا راني مترشح 2025 وندي 2025 وتاع 2027 شللوا بها فامكم، ما عندي ما ندير بها، انا ما راناش نترشح ل 2027، انا راني نضرب وتمدوها لي دلع عليكم تاع 2025. يعني هنا الجزائر كي ترشحت ل 2027 هنا عطات فرصه كبيره لل كيما نقولوا للكاف للموتيبي واللجنه و نحات الضغط اللي كان دايرتو عليهم. لقجع